انا نزيد معليش تقولي شكري ما اوكي. اللي بغيت ناكد لكم ان هذه السيده هي جد باس ديال واحد الوليد هنا اللي باقي في لا بيت سيكسيون، كان عنده مشكل وتبارك الله ما شاء الله عليه هذا العام حسات بالوليد ديالها تحسن بزاف، وواخا بعيده واخا بعيده ما ترداش. مجرد اننا قلنا لها كاين واحد وقفه احتجاجيه وشنو واقع في المدرسه والمؤسسه اللي هي عاجباك من البعيد، ما ترداش وجات باش توقف معنا وباش تعبر حتى هي، كنعطيوها الكلمه. ابو حاجه السلام عليكم. كنشكر هذه المديره لحقاش حنينا في وليداتنا، وانا عجبتني بزاف الله يرضي عليها ويرضي عليها، وحنا مسلمين كاع وجيران. هاد التغيير اللي وقع في ولدي راه بزاف، انا بعدا شفتو غير البارحه عطاني واحد زعما الرياضه دايرها راه عجبني وكنت كنبكي وعجبني بزاف، كنشجعها بزاف وكنشكرها الله يرضي عليها. ما بغيناش خاطرها يضيع في كل شيء الصراحه. هذه بنتها اللي هي الام ديال الوليد. السلام عليكم الامهات والاباء. هذه الام ديالي قلت لكم جات لان جات باش تساند هذه المظاهره هذه السلميه ان شاء الله، تكون ان شاء الله نتائج ديالها جد جد ايجابيه. واللي بغيت نوصل لكم بان الابن ديالي كان عندي واحد المشكل كبير فيه، ما كانش يعني بسهوله كيستوعب، ما كانش كيتبع معنا بزاف ديال الحوايج، ولكن من بعد ما جاء عند الام المثاليه والام الثانيه لمست فيه واحد التغيير كبير هذا العام وفرحت به بزاف، وواحد التغيير يعني ما نقدرش نوصف لكم واحد الاحساس حسيت به لدرجه انني كيجيني البكاء ملي كنبكي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهذه الام ديالي جات فرحانه به، ومنين شافت التغيير اللي وقع في ولدها جات باش تساند هذه السيده هذه وتساند جميع الامهات والاباء. وشكرا لكم. ديال تسنيم جبران تلميذه في المستوى الخامس بالمؤسسات جنة الصغار. اليوم جيت اليوم المؤسسة باش نتضامن مع الوليدات اللي تعرضوا لواحد الاعتداء. جيت اليوم باش نقول لهم بأن المغرب دولة الحق والقانون، جيت نقول لهم الاعتبار ديالهم والثقة والأمن والأمان اللي فقدوه ذاك اليوم الأربعاء المشؤوم. هذاك الهجوم اللي تعرضوا من طرف الجيران كنسمعنا إرهاب، لأن خلف أضرار جسدية وأضرار نفسية في الصفوف ديال الوليدات ديالنا. ما تصورش البنت كيفاش جات كتبكي وكتغوت كتقول الأستاذ ديالنا مات، والجيران هجموا علينا من المؤسسة، وهذا كيتنافى بعدك مع الظاهرة هذه كتنافى بعدك مع الوقت اللي كنعيشو حنا اليوم الحالي. راه ما كايناش شي واحد فوق شي آخر، راه كاين الحق وكاين القانون. واخا يكون هذا السيد عنده نفوذ راه حنا غناخدو حقنا، وديما غنبقاو حنا مواصلين هذه الوقفه الاحتجاجيه ديالنا غنبقى مواصله الى حتى يقول القضاء الكلمه ديالو الاخيره. ولما كانش القضاء في صالحنا احنا حتى حنا غنوقفوا في امام المحكمه وغنوصلوا صوتنا للراي العام، وغادي تصبح قضيه وطنيه. وانا كنتمنى من الامهات هذو كاملين كانوا يشوفوا نعملوا يد في اليد ونعملوا شكايه جماعيه من وكيل الملك. مرفوع انا حيت قلتها في واحد شهاده جماعيه لوكيل الملك وصحوبه بشهاده ديال الوليدات، لان الوليدات كلشي شاف داكشي اللي وقع وبالصور وبالفيديوهات اللي كان حاضر ديال الناس اللي صوروا. كيبان لي انتم واش لابسين اليوم دي جيلي موحدين، واش انتم جمعيه ولا امهات وليدات صغار؟ لا احنا انا حيت قلتها في الاول ان احنا ماشي جمعيات، احنا ماشي جمعيات، احنا يا غير اولياء الامور ديال التلاميذ ديالنا. احنا وسيده واحد لي مامون هي اللي طوعت بهاد التجليات راه هي كاينه حاضره معنا، حتى هي مضره من هاد الشيء، حتى هي عندها وليداتنا في المؤسسه هي اللي تكلفت بهاد التجليات هادو. خليها تقول لي الكلمه ديالها. السلام عليكم. قبل كل شيء ايه بغيت غير ناكد بان انا هاد الجيلي اليوم اللي درتهم كانوا سوربريز بالنسبه لمدام بهيجه، ما عندها ما تعاود لان هي كانت هاد لافير ديالها قديمه مع هاد الناس. دابا حنا تنهضروا على هادشي اللي وقع جديد، حنا دابا اوطون كو مامون كنهضروا وكندافعوا على حقوق ولادنا. اما المدرسه كاين واحد الشكايه اللي كانت على ما اظن قريب عام اللي حنا تسمعوا عليها من شحال هادي، وكنا بغينا ندخلوا وبغينا نساعدوا، ولكن هاد الناس كنشكروهم على اللي عطاونا فرصه باش نوقفوا مع هاد السيده اللي دايره مجهود كبير وجبار على قبل وليداتنا. وشكرا. السيده اللي قدمنا لكم دابا ولا مامون ديال رياض الصوري اللي هو هذا العام هو في لا بتيت سيكسيون هنا في المدرسه، دونك حتى هي عندها شي كلمه ما تقول، اللي هي اللي لحقت على الوالده ديالها باش تجي. السلام عليكم.
انا الام ديال احمد رياض المذكوري. هذه الام ديالي بطبيعه الحال اللي جات من مدينه بعيده من الشرق، مدينه قرصه ربما كتسمعوا بها، فهي جات من مسافه طويله لان قلبها حرقها وما عجبهاش هادشي اللي كيوقع في ليكول ديال بنتها، فجات باش دير وقفه ولو يعني وقفه بسيطه كتعني بالنسبه لها هي ولينا حنا كتعني الكثير، لاننا حنا لا للعنف وضد العنف، لا ضد الطفل الصغير ولا ضد هذا الانسان المسكين وقع في هذا الشيء. فالله يجازيكم بخير، حنا كنتمناو الحق ديالنا يتاخذ ايضا. انا في هذا اللوك عيان، غادي يجي هو كيهضر على دار قدام واحد الخير كديروا هاد السيده في الوليدات، راه نهار اللي غيتسلى به الوقت ربما يلقى هاد الوليدات يهزوه من يده ويطلعوه حتى لدارو. انا اللي كنطلب من هاد السيد ما نكرهش من هاد الحرب كامله اللي غنديروا معاه، وحنا ما غنسكتوش واخا انا مريضه غنبقى ناضل، ما يجي ويتسامح معانا ويتسامح مع هاد الاستاذه ويخليها تيسر، يخليها تيسر مع الوليدات راه دايره خير ومخدمه عباد الله. شحال من وحده مسكينه يمكن كتعاون والديها بالماندا، مني غتسد هاد السيده وغتمشي فيه غتمشي، وهاد الوليدات حنا فين غنديوهم؟ انا راني خدامه في سيدي بنور ولكن عارفه ولدي فين كاين، ما خايفاش عليه. انا كناديك الجار عافاك الا ما دير بحساب الجور، انا كناديك وكنطلبك، كاين الموت كاين المرض كاين، دير الخير دير الخير. انا كنادي هاد الجار ما عرفتش شنو سميتو ولكن كناديه يدير الخير. هادشي كامل عرفتي شحال من واحد كيدعي فيك؟ راه كنا كندعيو فيك حيت حرقتي لينا قلبنا على ولادنا. ما غاديش نطول بزاف بحكم انني عطيت صوتي بزاف ديال الصحافه قبيله. بغيت عندي سؤال باغي في راسي من نهار لافات، هاد الجار هذيك الحاله اللي درتي حيت الناس تعجبك وانت داخل وانت خارج، اش كنتي غادي دير لو كان شي حد قاس لك ولدك ولا بنتك او صيفط لك ولدك ولا بنتك مرعوب؟ سؤال داغني في راسي كنتمنى الجواب، شكرا. بغيت نقول لكم حنا امهات ديال سي يو سيس، حنا الناس اللي يقدر اكثر تضررا من هاد الامهات كلهم، لحقاش حنا هاد السيده عشنا معاها 9 سنين، زينا وليداتنا من احضاننا وحطيناهم في احضان هاد السيده. هذه ماشي مديره ديال وليداتنا، هذه ام ثانيه لوليداتنا. تنظن ان جميع المدارس الاخرى وجميع الاولياء التلاميذ ديال المدارس الاخرى مستغربين وتيقولوا كيفاش هاد التضامن هاد الحب لهاد السيده. كاينين في مواقع الاجتماع الناس في مواقع الاجتماعيه قالوا بان هاد السيده تتخلصنا، فعلا هاد السيده تتخلصنا، تتخلصنا بحبها، تتخلصنا الثاني ديالها، تتخلصنا. احنا كاين هنا امهات اللي ما عندهمش عائلاتهم في هاد البلاد، اللي ماشي من جديده وما عندهمش عائلاتهم في جديده، وتيخرجوا تيمشيو للحمام وتيسافروا وتيقولوا وليداتنا راه حنا مخلينهم عند ختنا، راه حنا مخلينهم عند جداتهم عند امهم عند الام الثانيه. الله يخليكم، كاع المدارس راهم في الاحياء السكنيه، حتى واحد ما ضرهم، حتى واحد ما ضر. علاش هاد المدرسه بالخصوص؟ هاد الناس يهضروا ماشي حيت هاد المدرسه ضراتهم ولا قلقاتهم، حيت هاد المدرسه ناجحه وضراتهم حس بنفسهم هاد النجاح اللي وصلوا ليه وليداتنا. والحمد لله حنا وليداتنا من احسن تلاميذ في هاد البلاد، حنا